بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحوار. بعد نجاح الصين في السيطرة على جائحة كورونا، عقدت الدورتان السنويتان، أي الدورة الرابعة للمجلس الوطني 13 لنواب الشعب، والدورة الرابعة للمجلس الوطني 13 للمؤتمر الاستشاري السياسي لشعب الصيني في الموعد المحدد. وتتميز الدورتان بأهمية بالغة في البلاد باعتبارهما فرصة سانحة للصين لتقديم نفسها للعالم، ونافذة هامة أمام العالم للاطلاع على سياسات الصين الداخلية والخارجية. سنناقش أبرز ما تتناولها الدورتان لهذا العام، ونبدأ الحوار بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة وي تشي روم، أستاذة في جامعة الدراسات الدولية ببكين. أهلا بك أستاذة. أهلا وسهلا. وأيضا السيد جو شاولون، صحفي من وكالة شينهوا للأنباء. مرحبا بكم. أهلا. سنبدأ مع أستاذ جو. أستاذ، يعني أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتشان أمام النواب أن هدف معدل النمو لهذا العام هو فوق 6%. ونعلم أن هذا المعدل كان 2.3% للعام الماضي. نعم. ما جعل الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق النمو في ظل تفشي الجائحة في العالم على العام الماضي. فكيف ترى الوضع الاقتصادي الصيني في الوقت الحاضر؟ ويعني هل ستحقق الصين الهدف الاقتصادي لهذا العام؟ طبعا لا شك أن الصين ستحقق هذا الهدف السنوي. هذا الهدف ليس صعب تحقيقه بالنسبة إلى الصين بصراحة، لأن عند تحديد هذا الهدف قد أخذت الحكومة كل العوامل الإيجابية والسلبية في الاعتبار. والآن الوضع الاقتصادي للصين جيد جدا، فمثلا رغم أن الاقتصاد نما بنسبة 2.3% في السنة السابقة، ولكن عندما ننظر على أساس ربعي هناك بوادر إيجابية جدا لنمو اقتصاد الصين، لأن في ربع الأول من العام الماضي في بداية انتشار الوباء انخفض الاقتصاد الصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي. أما في ابتداء من ربع الثاني نما بنسبة أكثر من 3%، وفي ربع الثالث أكثر من نحو 5% على أساس سنوي، وفي ربع الأخير ربع رابع في السنة السابقة نما الاقتصاد المحلي بنسبة 6.5%. فهذا يدل على أن الصين يشهد تعافيا مستمرا وقويا للاقتصاد المحلي. فعلى أساس النمو المحقق في ربع رابع من السنة السابقة في ربع الأول من هذا العام سنحقق تقدما ملحوظا في المجال الاقتصاد الصيني، لأن هذا ليس بفضل الإجراءات المتخذة في السنة السابقة فقط، لأن في هذه السنوات ظلت الصين تهتم بتعديل وتحسين الحياة الاقتصادية. يعني لا نعتمد بشكل مفرط على أي قطاع وعلى أي صناعة، بل نحقق تحقيق توازنا بين القطاعات المختلفة مع إعطاء الأولوية لبعض القطاعات الرئيسية، مثلا التكنولوجيا والعلوم المتقدمة. فكل هذه العوامل الإيجابية لا تزال قائمة، فلا شك أن في هذا العام سنحقق هذا الهدف. أستاذ جو، يعني هل يعني استراتيجية الدوران المزدوج ستلعب دورا كبيرا في تحقيق النمو؟ نعم، أحيانا نسمي التداول المزدوج، يعني نتخذ السوق المحلية كعامل أساسي لدفع النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه أيضا نهتم بتشجيع
التفاعل بين السوق المحلية والسوق الأجنبية، لأن في السنة الماضية وخاصة الآن الوباء لا يزال منتشرا في كل أنحاء العالم، فالسوق الدولية تأثرت بشكل كبير، فمن الضروري نفكر في تغيير أسلوب النمو، يعني نركز على السوق المحلية بشكل أكبر فأكبر، لأن هذه السنوات ازدادت قوة الاستهلاك المحلية في الصين، فلدينا يعني استهلاك قوي جدا. نعم أستاذ جو، بالنسبة إلى استراتيجية التداول يعني المزدوج، يعني قد فهم البعض منها أن الصين سوف تقلل اعتمادها على الخارج، هل هذا صحيح؟ هذا غير مضبوط. الصين طبعا يعني لا تزال تهتم بالسوق الدولية، ليس أدل من ذلك على أن الصين ستواصل إقامة المعرض الصين الدولي للاستيراد. في سنة السابقة كان هناك وباء في كل أنحاء العالم، ولكن الصين أقامت هذا المعرض في الوقت المحدد، هذا يدل على تصميم الصين على مواصلة الانفتاح، يعني اعتماد الصين واهتمام الصين بالسوق الدولية. ولكن في ظل انتشار الوباء وخاصة يعني هناك بعض الدول الغربية اتخذت موقفا معاديا للصين في المجال الاقتصادي والتكنولوجي، من الضروري نفكر في تحفيز نمو الاقتصادي السوق المحلية، وخاصة يعني بصراحة في بعض الأحيان السوق الدولية غير قادرة على تلبية الاحتياجات الصينية في بعض المجالات وفي بعض الأحيان، فمن الضروري نهتم بتدوير السوق المحلية، فمثلا تحفيز الاستهلاك للمنتجات الثقافية يعني على سبيل المثال. نعم نعم، لننتقل إلى دكتورة وي. يعني دكتورة، يعني حققت الصين إنجازات كبيرة جدا في مكافحة الفقر، وصفت بأنها معجزة دنيوية أخرى تسجل في التاريخ، لكن هناك جدل حول هذه الإنجازات، حيث شكك البعض أن المعيار الصيني أدنى من المعيار الدولي في لإزالة الفقر، كما رأى البعض الآخر أن الصين تواجه تحديات يعني تتمثل في العودة إلى الفقر. كيف يعني ما رأيكم في ذلك؟ نعم فعلا، في 25 من فبراير الماضي عقدت الصين رسميا اجتماعا للاحتفال بإنجازات الصين في القضاء على الفقر وتكريم النماذج المثالية، حيث ألقى الأمين العام شي جين بينغ خطابا هاما وأعلن فيه الانتصار الكامل للتخلص من الفقر. إن الحدث هذا الحدث فعلا هو ذات أهمية وبعيد المدى في مسيرة تقدم الصين حتى ولو في التاريخ في المستقبل، وأيضا هو يعتبر موضوع مهم جدا كان أولته الحكومات الصينية على جميع المستويات اهتماما موثوقا منذ فترة طويلة. فبالنسبة لموضوع معيار التخلص من الفقر، أعتقد أن معيار التخلص من الفقر في الصين هو معيار شامل. من حيث الدخل على سبيل المثال، فهو أعلى من معيار الفقر المدقع الذي حدده البنك الدولي. وأيضا كان الصين تؤكد على أنه يعني جعل الشعب الصيني يجوز الفقير من الشعب الصيني لا يقلق على الملبس وعلى المأكل، وكذلك يوفر الضمانات الثلاثة ألا وهي يعني ضمان التعليم الإلزامي والرعاية الطبية الأساسية وسلامة الإسكان وسلامة مياه الشرب وما إلى ذلك. وكذلك هناك إدارات المعنية قد أصدرت بيانا استقصائيا حول الدخل الأشخاص الذين كانوا يعانون من الفقر بشكل واضح جدا. فأقترح على الأصدقاء الذين يشككون في معيار الصين للتخلص من الفقر بالمقارنة مع المعايير الدولية التحقق من ذلك. وكذلك الموضوع إلى ما إضافة إلى ما ذكرته سابقا، أفضل أن أشير إلى أن يعني التخلص من الفقر في الصين يعتبر مشروعا كبرى جدا يشمل الجوانب الكثيرة،
إضافة إلى هناك أرقام والأعداد، أيضا هناك مشاريع متمثلة في مثلا توفير الضمان الاجتماعي وأيضا تجهيز البنية التحتية، المرافق المختلفة مثلا توصيل شبكة الكهرباء وتوصيل شبكة الإنترنت واللوجستيك إلى المناطق النائية وغيرها من المشاريع. هذا يعني هي تعتبر مشاريع شاملة تفتح أمام الفقراء نقول أبواب كبيرة جدا أمامهم لكي يعلم كيف يحقق الازدهار والغنى. وطبعا نقول الموضوع العودة إلى الفقر هناك إمكانية لا يمكن لأي واحد أن يتجنب منه، ذلك لأن أصلا العدد السني الذي قد تخلص من الفقر هو فعلا هائل وضخم جدا، وهناك إمكانية نظرا لأن الصين فعلا تعاني من مشكلة التنمية غير المتوازنة وغير الكافية. ولكن المشكلة في أن الصين فعلا حكومة وشعبا قد يعني قامت بالترتيب هذا الموضوع من النواحي المختلفة. أولا من السياسات الضامنة، قد اتخذت الحكومات الصينية على جميع المستويات تدابير والتخطيط الشاملة لتجنب من هذا الموضوع. والثانية نقول إن المساعدة أو التخلص من الفقر هو ليس هدف نهائي، بل الهدف الذي نتمنى أن نحققه أن نساعد الناس أو أن نربي نغرس نفوس الكفاح بين الفقراء لكي يعلم أن الفقر ليس موضوعا مخيف، بل أي واحد لابد أن يكافح ويبذل جهود لتحقيق الحياة المرضية حتى يحقق الغنى والازدهار في حياتهم. لذلك أظن أن يعني من الحكومة الصينية إلى حد الطبقة المختلفة من الشعب الصيني هم يعلمون جيدا أن يتخذوا الطرق المختلفة لتجنب من حدوث مثل العودة إلى الفقر. نعم، يعني مسيرة مكافحة الفقر سوف تستمر يعني مع مرور الزمن لسنوات طويلة جدا. نعم نعم، المعركة يعني لم تنتهي بعد طبعا. نعم أستاذ جو، يعني في الوقت الحاضر تنال التنمية المستقبلية للصين اهتماما عالميا، يعني خصوصا بمسودة الخطة الخمسية الرابعة عشرة والأهداف بعيدة المدى لعام 2035، التي يعني هذه المسودة تتألف من 90,000 كلمة وتقع في 140 صفحة. ما الذي تخبرنا هذه المسودة يعني بتوجهات الصين وسياستها في المستقبل؟ تم اعتماد هذه الأهداف والخطط الخمسية الجديدة الرابعة عشرة في دورتين سنويتين. وبالنسبة إلى هذه الخطط، في الحقيقة الكثير يدرسون خبرات ونجاح الصين في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هناك عدة عوامل، ولكن أحد أهم العوامل هو أن لدى الصين تخطيط دقيق قصير الأمد ومتوسط الأمد وطويل المدى. هناك أمر مختلف بين الصين وبعض الدول الغربية والدول الأخرى في العالم. فمثلا بعد تغيير القيادات في دول العالم، الإدارة الجديدة أحيانا ستتخذ تخطيطا وبرنامجا مختلفا تماما عن الإدارة السابقة، ولكن نحن في الصين لا، جيل بعد جيل من القيادات ومن الشعوب يعني يلتزمون بتحقيق الخطط المحددة من قبل الجيل السابق، فهذا مهم جدا. فهذا يعني أن لدى الصين استمرارية في تطبيق السياسات. فنعود إلى هذه المسألة، الصين تهتم بوضع التخطيط. فمثلا بالنسبة للدورتين السنويتين، كل سنة تعقد هذا الحدث السياسي الكبير لوضع الهدف السنوي في المجال الاقتصادي والاجتماعي. ولكن كيف نضع الهدف السنوي؟ من الضروري نضع ذلك في إطار الخطط الخمسية. فمثلا هذا العام هو يعني نقطة بداية لتنفيذ الخطط الخمسية الرابعة عشرة.
ولكن بالنسبة إلى الخطط الخمسية، كيف نضع الخطط الخمسية في إطار أهداف الرؤية البعيدة المدى لعام 2035؟ فهناك في الحقيقة تخطيطات على يعني على مراحل، من الضروري نهتم يعني هناك في الحقيقة أمر مناسب جدا بين هذه التخطيطات. يعني مثل رؤية سعودية 2030. في الصين الظروف مختلفة، ولكن الصين وبعض الدول العربية لها يعني تخطيطات واضحة ودقيقة، هذا تتفق مع الظروف المحلية. فبالنسبة إلى الخطط الخمسية الرابعة عشرة في خلال هذه الفترة السنوات الخمس المقبلة، الصين ستهتم بتعزيز زيادة القوة التنافسية في مجال العلوم والتكنولوجيا. الصين ستتخذ مجموعة من المشروعات الكبرى لزيادة التنافسية خاصة في التكنولوجيا الفائقة، لأن في هذه السنوات تعرضنا لكبحة من بعض الدول، يعني هناك معمل خير معقولة وخير الشرعية ضد الشركات الصينية. فخلال هذه الفترة الجديدة من الضروري نخترق أو نحقق مزيدا من الاختراقات التكنولوجية في هذا الصدد. وأيضا خلال هذه الفترة الصين ستعزز الانفتاح على العالم، ستقوم بتسهيل الاستثمار للشركات الأجنبية، وأيضا ستشارك بنشاط أكبر في حوكمة الاقتصاد العالمي. الصين ستطرح مزيدا من الحلول لتسوية الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي. أما بالنسبة إلى أهداف البعيدة المدى لعام 2035، الصين ستحقق التحديث بشكل أساسي في شتى المجالات. فهذا يعني لا يمكن أن نعتمد على الخطط الخمسية الرابعة عشر فقط لتحقيق هذه الأهداف البعيدة المدى. بعد هذه الخطط سنضع الخطط الخمسية الخامسة عشرة والسادسة عشرة، ولكن كل هذه الخطط ستلتزم بهذه الأهداف البعيدة المدى. وخلال كل في فترة لكل خطط خمسية سنضع أهداف سنوية في إطار هذه الخطط، فهناك نعم. يعني استمرارية. نعم. الأهداف البعيدة المدى ل 2035 يعني مثل الدستور للخطط الخمسية العشرة تقريبا. نعم. هذا المعنى. نعم. لنستريح قليلا والمواضيع الأخرى سوف نتحدث عنها بعد الفاصل. مشاهدينا نعود لكم بعد الفاصل، نرجو أن تبقوا معنا. سنصحبك معنا في رحلة إلى الصين، ثاني أكبر كيان اقتصادي في العالم، ونكشف لك عن النظام العملاق الذي دفع تقدم الصين. تابعونا على العربية CGTN. أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج الحوار التي تناقش أهم المواضيع التي تتناولها الدورتان السنويتان في الصين هذا العام. دكتور وي، يعني أدرجت الدورة التشريعية هذا العام موضوع تحسين نظام الانتخابات في منطقة هونغ كونغ ضمن أجندة المراجعة، ما جذب أنظار الناس داخل الصين وخارجها. يعني هناك يعني البعض يرى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمبدأ يدير الوطنيون شؤون هونغ كونغ، وهي يعني خيار أفضل للمنطقة الإدارية الخاصة. يعني ما تعليقكم؟ نعم، المجلس الوطني الصيني لنواب الشعب بصفته أعلى جهاز في سلطة الدولة يقوم بممارسة سلطة دستورية والوفاء بالمسؤولية الدستورية وفقا للدستور والقانون الأساسي لهونغ كونغ. لذلك هو أمر حتمي وضروري جدا من الناحية القانونية، وكذلك هو موضوع ذات أهمية كبيرة وبعيد المدى لتطور هونغ كونغ، يعني نظرا لتطورها إلى الأمام. في حقيقة الأمر كما نعلم أنه في السنة الماضية كانت تقر اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، مما ساهم في تحقيق هونغ كونغ تحولا ملحوظا من الفوضى إلى الحكم الحكيم القوي، وكذلك كان يوفر ضمانا قوي جدا لاستقرار
استقرار هونغ كونغ وتنمية نقول الاقتصادية وكذلك المصالح التنموية. طبعا هي ليست تساهم في نقول حماية السيادة الوطنية والأمن والتنمية الاقتصادية فحسب، بل هو أيضا يوفر فرصة جيدة سانحة جدا لاستقرار هونغ كونغ وتطور مجتمع هونغ كونغ إلى الأمام باستمرار. وأيضا قد لاحظنا أن مجلس الوطني لنواب الشعب قد ذكر الموضوع المتعلقة بشؤون هونغ كونغ على سنتين متتاليين، إذا دل شيء فتدل على تصميم الحكومة المركزية الراسخ والمسؤولية التاريخية لتعزيز ممارسة دولة واحدة ونظامين. وأيضا نقول إن الوطن الأم هو يظل دعما قويا دائما لتنمية منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. فإن الاهتمام بموضوع تنمية هونغ كونغ ليس مثلا بالمساهمة في تطوير هونغ كونغ والاعتماد على استقرارها فحسب، بل أيضا جعل شعب هونغ كونغ أو جعل الوطني هونغ كونغ يشعرون بالإطمئنان، لأن نقدر أن الوطني هم يحكمون شؤون هونغ كونغ، وأيضا يعتبر تنفيذ للمبادئ الأساسية لشؤون هونغ كونغ. فكل لنفس الهدف المتمثل في ضمان استقرار هذه المنطقة. وأيضا كما نعلم أن في السنوات الأخيرة خاصة في سنتين الأخيران تعاني منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من المشاكل المتمثلة في عدم استقرار وحدوث الأحداث والفوضى في الشوارع. وأيضا هذا الموضوع يجعل اهتمام الكبير جدا من ناحية الحكومة المركزية، لذلك تخطط الحكومة المركزية التخطيط الشامل لتنمية هونغ كونغ على نحو شامل. لذلك أرى شخصيا أن هذا القرار هو قد آتى في موعده، وأيضا سيدفع تقدم أو عجلة تقدم هونغ كونغ إلى الأمام باستمرار. يمكن أن نتوقع أنه إذا تم تحسين الأنظمة ذات صلة في هونغ كونغ، وإذا تم يعني نقول يدير وطني شؤون هونغ كونغ، فسوف يشهد تطور هونغ كونغ تطورا مستمرا، وأيضا يثير اهتمام كثير من العالم، وأيضا سيستهل غدا في هونغ كونغ مشرقا وجميلا. نعم. أستاذ جو، يعني بعيدا من التخطيطات والسياسات ورؤى والأهداف، يعني هناك موضوع مهم جدا في دورتين هذا العام هو تأخير السني التقاعد، يعني الذي يهم عامة الناس كثيرا، كما ذكر يعني في تقرير عمل الحكومة لرئيس مجلس الدولة لي كاتشام، سيتم تأخير سن التقاعد تدريجيا. كيف يعني ترى هذا الإصلاح؟ هذا الإصلاح في الحقيقة قد طرحت الصين هذه الخطة هذه الفكرة منذ عام 2013 تقريبا، ولكن خلال هذا الوقت الطويل لم نتخذ إجراءات فعلية لتنفيذ هذه السياسة، لأن هذه السياسة مهمة جدا متعلقة بكل شخص في الصين. فبصراحة هناك أصوات مختلفة ومعارضة ومؤيدة لتنفيذ هذا الإجراء، لأن هذا له أهمية كبيرة جدا بالنسبة إلى كل شخص. وكانت الصين يعني هناك ميزة مهمة جدا بالنسبة إلى نمو اقتصادي الصين، هو الأيدي العاملة يعني كافية جدا في الصين، ولكن في هذه السنوات مع تراجع معدل المواليد بشكل مستمر في الصين قد انخفضت أو تراجعت هذه الميزة. فمن الضروري نهتم بنفكر في كيفية زيادة الأيدي العاملة لدفع التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي. إلى ذلك في هذه السنوات الأمر المتوقع للصينيين ازداد بشكل مستمر، وهناك فجوة في أمر التقاعد بين الصينيين وبعض الدول الأجنبية الأخرى. فمثلا في الولايات المتحدة
سن التقاعد نحو 66 سنة، ولكن في الصين بالنسبة إلى النساء بعضهن 50 سنة فقط والبعض 55 سنة. الرجال في الصين 60 في سنة، هناك فجوة بين النساء والرجال في الصين من حيث سن التقاعد. فهذه المرة من المحتمل نقوم بتوحيد سن التقاعد بين النساء والرجال أولا، إلى ذلك سيتم تأجيل سن احتراما للنساء. طبعا بالنسبة إلى بعض النساء ربما هذا أمر مبسوط، لا أعرف ماذا هذا يعني للأستاذ وي، ولكن في الأرياف يعني سن التقاعد للسيدات أو للنساء 50 عاما. نعم للعاملات، ليس في الريف، وليس في الريف فقط، في المدن أيضا يعني بعض العاملات، ولكن كثيرات سن تقاعد 55 سنة. الرجال 60 سنة، سيتم توحيد سن تقاعد بين النساء والرجال. إلى ذلك سيتم بعد ذلك سيتم تنفيذ هذه السياسة بشكل تدريجي، يعني ليس في دفعة واحدة، كل سنوات يزداد شهر واحد في سن التقاعد. فربما تنفيذ هذه السياسة يحتاج إلى وقت معين، ربما خلال 5 سنوات أو أكثر، ولكن بشكل عام الصين ستنفذ هذه السياسة. أنا أقترح يعني لأن في الصين صناعات وقطاعات واسعة ومختلفة جدا، فمن الضروري نفكر في زيادة المرونة، وفي البداية نحترم الإرادة الشخصية، ولكن هذا الأمر يجب أن يجري في البداية على أساس الإرادة الشخصية، بعد ذلك نفكر في تعديل السياسة. وطبعا هذه السياسة أيضا مهمة بالنسبة إلى العالم، لأن لو هناك أيدي عاملة كافية في الصين، هذا يعني المنتجات والخدمات الصينية أسعارها ستكون منخفضة نسبيا، هذا مفيد لدول العالم. نعم أيضا هذه السياسة مهمة جدا لمواجهة الشيخوخة في المجتمع الصيني. نعم دكتور وي، منذ أن طورت الصين أول لقاح ضد كورونا، قدمت الصين وبل وفرت وتبرأت بملايين الجرعة لدول العالم، لكن هناك رواية يروج لها الإعلام الغربي بأن الصين تحاول يعني تصدير اللقاحات إلى الدول الأخرى كأولوية لها من خلال ما سماه دبلوماسية اللقاح، بدلا من بادي التطعيم في داخل الصين. يعني كيف يعني تردين على هذه الرواية؟ فعلا كنت أتابع الأخبار المعنية عن كثب في الفترة الأخيرة، وقد لاحظت أن بعض الناس والوسائل الإعلام الغربية تساءلوا عن رغبة الصين في استخدام صادرات اللقاحات لتوسيع نفوذها الجيوسياسية. أرى شخصي أن هذا نوع من الأقوال أو التساؤل ضيق البصر للغاية ولا أساس له من الصحة. كما نعلم أن اللقاحات تعتبر وسيلة مهمة جدا للوقاية من الوباء ومكافحته، وكذلك تعد جزءا مهم جدا في تعاون المجتمع الدولي الحالي لمكافحة الوباء. فقد أعلنت الصين أن لقاحات منتج عام عالمي، ودعمت وشجعت الشركات الصينية على التعاون مع البلدان ذات صلة في البحث عن اللقاحات وتطويرها وإنتاجها، وكذلك دفعت بالنشاط يعني التوزيع العادل للقاحات على نطاق العالم. وقد طلعت على بعض الأرقام، إلى نهاية فبراير قد قدمت الصين مساعدات اللقاحات إلى 69 دولة ومنظمتين دوليتين، وصدرت الصين اللقاحات إلى 28 دولة. طبعا هذا العدد لا يزال في ازدياد مع مرور الوقت. في الصين تم تطعيم أكثر من 50 مليون شخص حتى الآن حسب آخر الأرقام، يعني أظن وأعتقد أن مزيدا من الصينيين سوف يتلقون لقاحا في المستقبل القريب. نعم بسبب ضيق الوقت لابد من أن ننتهي من هذه الحلقة، ونشكر الدكتورة وي وأيضا أستاذ جو، أيضا شكرا جزيلا على مشاركتكما. لا.
ومشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة ونلتقي في حلقة قادمة.